رجعنا لكم تاني في الفقره الثانيه من برنامج النهارده، برنامج صحتك ثروتك. ويمكن انا قلت في المقدمه ان دايما البرنامج بتاعنا بيتفاعل مع الحدث، عشان كده احنا اخترنا ضيف النهارده بعنايه، واخترناه حد متخصص في اللي بيحصل الايام دي. انتشر الفتره الاخيره حته الانتحار، والانتحار ده سببه الاكتئاب، عشان كده احنا اخترنا حتى عنوان الفقره النهارده بتاعتنا الاكتئاب والانتحار، فعلا في علاقه بين الانتحار والاكتئاب. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول، عشان الموضوع ما يستحقش ان احنا نستنى عليه اكتر من كده. عشان كده خليني ارحب بضيف وضيفكم النهارده في الفقره الثانيه، دكتور مهاب محمد عبد الباقي، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، مدير مستشفى الطريق للطب النفسي وعلاج الادمان. اهلا بيك. ده التايتل بتاعك مرعب. لا يعني انا بتهيألي عليك لو الناس في الشارع عرفت التايتل بتاع حضرتك ده هتبقى مشكله. هي دي المشكله على فكره. هي دي المشكلة، انه الاستجما او الوصمة بتاع المجال بتاعنا. وده يعني لو حبينا ندخل على يعني مباشرة على عنواننا. لا انا قبل ما اخش مباشرة. قولي. مدير مستشفى الطريق، انا مش عارف ايه دي. انا اول مرة بالمناسبة، انا يمكن شغال في مجال الدولة 27 سنة. مش عارف المدير يعني ايه مدير مستشفى الطريق للطب النفسي. انا مش عارف. دي مستشفى متخصصة في الطب النفسي وعلاج الادمان. احنا يعني المرض النفسي مش كل المرضى ينفع. يعني المستشفى دي تبع وزاره الصحه ولا لا؟ لا لا، مستشفى برايفت. مستشفى برايفت. والله سنك بس لو مش حاطين عنوان المستشفى نحط عنوان المستشفى يا جماعه. المستشفى دي مستشفى مهمه جدا جدا، وهو اللي هي بتعالج الادمان، صح كده؟ الامراض النفسيه وعلاج الادمان. طيب خلينا بقى نتكلم اللي عنوان الحلقه النهارده عن الاكتئاب والانتحار. عايزين الاول نعرف يعني ايه الاكتئاب. هو الاكتئاب هو يعني مرض نفسي، من هقول انه من اكبر ثلاث امراض بيعملوا عائق للحياه طبعا. يعني منظمه الصحه العالميه بتتكلم انه في 2025 ممكن يبقى هو السبب الاول للاعاقه في هذا العالم. منظمه الصحه العالميه قالت كده. في 300 مليون مريض اكتئاب في هذا الكوكب. في 800 ألف حالة انتحار سنوي. ده بسبب الاكتئاب. بسبب الاكتئاب. إذن في علاقة وطيدة بين الاكتئاب والانتحار. الاكتئاب هو أكبر مسبب للانتحار. طبعا. الانتحار أسبابه كتير. الداتا اللي في مصر بتقول إيه؟ هل عندنا داتا في مصر بتتكلم عن الاكتئاب؟ زي ما حضرتك عارف إنه إحنا الإحصائيات في مصر مش قوية قوي، بس دي إحصائيات عالمية. إحصائيات عالمية. إحصائيات عالمية، بس على المستوى العملي احنا النهارده بنقابل مرضى اكتئاب بشكل اكبر بكتير من اللي كنا بنقابله قبل كده. زادت النسبه. زادت النسبه وزادت الاعراض. يعني زمان كنا لما بندرس عن الاكتئاب واول شغلي كنا نقول انه الاكتئاب درجات، في سيفير، في مودريت، في مايلد، اللي هو الاكتئاب الشديد، الاكتئاب المتوسط، الاكتئاب الطفيف او البسيط. كنا الاكتئاب اللي هو السيفير ديبريشن ده ما كناش بنقابله كتير، اللي هو الشديد. الشديد القوي. لا ده بنقابله كتير. كنا زمان برضو بندرس انه الاكتئاب في مرحله عمريه اكبر شويه. احنا دلوقتي لا، بقينا نشوف الاكتئاب في مراحل عمريه صغيره خالص. الانتحار يعني يمكن لو افتكرنا كده من سنه مثلا لما كنا بنتكلم عن لعبه الحوت الازرق وبنتكلم انه حالات انتحار بتحصل ما بين اطفال من 12 ل 14 16 سنه، الكلام ده ما كناش بنشوفه زمان. طبعا. ف يعني الاكتئاب هو مرض نفسي بيصيب الانسان، من اهم صفاته ان هو بيبقى فيه فقدان للشغف، بيبقى فيه. احنا دلوقتي هنتكلم عن اعراض الاكتئاب. لا يعني انا بدي زي تعريف مبسط. تعريف. تمام. تعريف مبسط للاكتئاب. بس حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، ان هو الاكتئاب حتى انواع. طبعا انواع ودرجات. عايزين نعرف بعد كده اعراض كل نوع من انواع الاكتئاب. ان شاء الله احنا يعني انا مهتم ان احنا يعني لو هنطلع من الحلقه دي بتوعيه للناس، لانه مرض الاكتئاب ده مرض ويمكن علاجه، عشان خاطر ما نتصدمش احنا كعيله وكمجتمع كل يوم زي ما اتصدمنا يعني قريب بالحادثه اللي حصلت، انه نفقد شاب في ريعان شبابه نتيجه ان احنا ما تعالجش. حلو قوي. تمام. فلو احنا شخصنا المرض وعالجناه بشكل مبكر هننقذ ناس ممكن نفقدها
وهننقذ المجتمع من صدمات احنا مش هنبقى محتاجين ان احنا نتعرض للصدمات دي. اذا احنا كده عرفنا الاكتئاب واتفقنا ان هو مرض نفسي يمكن علاجه. مرض نفسي يمكن علاجه، بيأثر على الصحة النفسية والصحة الجسمانية طبعا. وبالمناسبة الصحة الجسمانية ده بنسميه الماسك ديبريشن او الاكتئاب الخفي، انه مش شرط الاكتئاب يجي بحالة حزن او بالشكل الكلاسيكي اللي هو انه انا عندي فقدان للشغف، ماليش نفس اعمل حاجة، فقدان للطاقة، حزن، عدم استمتاع، اللي هي الاعراض اللي احنا بالبلدي كده انت حزين فانت مكتئب. لا، ساعات بيجي بشكل مختلف شوية، انه يجي باعراض جسمانية، يجي بصداع، يجي بوجع في الجسم، يجي باضطراب في الشهية. تمام. كويس، يا اما شهية زايدة جدا يا اما شهية قليلة. وللأسف الماسك ديبريشن ده بيبقى محير شوية، لانه المريض بيقعد يلف، يروح لبتوع الروماتيزم، يروح لبتوع العظم، يروح لبتوع الجهاز الهضمي، انا عندي قولون عصبي ويتعالج، انا مش عارف جرثومة معدة، انا عندي قرحة، انا عندي وجع مش عارف ايه، يتشخص ايه. وفين وفين لما يبقى الناس تكتشف او الدكاترة التخصصات الاخرى يقولوا لا يا عم انت ايه، انت قصتك. وطبعا الوقت بيبقى مهم جدا بالنسبه لنا احنا، كل ده بيسموه تايم كونسيوم، احنا بنفقد وقت. مظبوط يا فندم، مظبوط. تمام مظبوط. نرجع تاني للسؤال اللي انا على المستوى الشخصي حريص عليه. اتكلمنا عن انواع الاكتئاب. انا معلش عايز اعرف اعراض كل نوع من انواع الاكتئاب. كويس. يعني الاكتئاب الشديد، الاكتئاب المتوسط، الاكتئاب الضعيف، الاعراض بتاعته ايه؟ طيب الاكتئاب درجات وانواع. تمام. درجات زي ما حضرتك قلنا كده، اللي هو اكتئاب بسيط، اكتئاب متوسط، اكتئاب شديد. تمام. وفي انواع اخرى من الاكتئابات، يعني ممكن اكتئاب يجي مع توتر، وده يعني من الانواع الغلسه شويه، اللي هو ميكسد انكزايتي اند ديبريشن ديس اوردر. هو حبه مكتئب على حبه قلقان. كويس. تمام. ده اللي هم الدرجات بتاعته. طيب الانواعه، في اكتئاب اولي وفي اكتئاب ثانوي. ده شكل من اشكال الكلاسيفيكيشن او التصنيفات، التقسيمه بتاعته. الاكتئاب الاولي ده اكتئاب غير مسبب. هو واحد نام صحي مكتئب، عنده اكتئاب. في الاكتئاب الثانوي ده اكتئاب نتيجه حاجه. يعني في مسبب، في سبب، في فقد العزيز، في ازمه ماديه، في ازمه عاطفيه، في ازمه. تمام. ازمه في حياته. تمام. الاكتئاب الثانوي ده يعني رغم ان هو عندنا سبب وهو مسكين وهو، الا انه يعني الطف شويه من الاكتئاب الاولي. عرض، لانه عالجنا المسبب فالدنيا هتطف. عرجنا السبب اللي بيخلي الاكتئاب فخلاص. فخلاص. تمام. كويس. او مش شرط عالجناه، خلينا المريض يتكيف معاه. يا عم تمام. الدنيا ايه، ما عادي الشغلانه دي راحت، الشغلانه تيجي، طب نعمل واحد اتنين تلاته حاجات كده. الاكتئاب الاولي هو الاخطر. ليه؟ لانه ملوش سبب، مش ماسكين له حاجه. ودايما بقى ده الاكتئاب الثانوي الناس كلها عذراء، مراته مش عارف ايه، شغله ايه، فالناس كلها تدعمه، واحنا شعب يعني جدع ونقف مع بعض في الازمات وبتاع. لكن نلاقي واحد ايه يا عم انت بتتصلبط، انت عندك ايه في حياتك يخليك تكتئب، فنبدا نطعنه. تمام. عارف انت ما تستاهلش الدعم، ما انت ما عندكش حاجه تخليني ان انا ايه اتعاطف معاك. تمام. وابدا اقول له ايه، طب قرب لربنا. وانا بقول له قرب لربنا، هو بيترجمها على طول، يعني انا بعيد عن ايه؟ عن ربنا. عن ربنا دايما بياخد نص الكوبايه الفاضي. ما هو انا مكتئب. آه. يعني انت ما انت هو حضرتك انت بتحكي مع واحد اصلا متلصم، عارف. تمام. انت يعني زي ما يكون انت عندك جرح وحد بيخبطك عليه. تمام. فالاكتئاب الاولي ده هو اولا مش مفهوم، هو نفسه مش فاهم هو عنده ايه، ويبدا سهام واتهامات ضعف الايمان. بس خلي بالك حاجه، احنا دايما كان لما يعني الواحد انت بتغير لي فكر جوايا دلوقتي. دايما لما قاعد يقول له ايه، بالتاكيد في سبب، بس انت ممكن تكون بتهرب من السبب ده او مش عارفه. حضرتك بتقول لي فعلا في بعض انواع الاكتئاب اللي هو الاولي فعلا ما فيش سبب خالص. ما فيش سبب خالص ده ولا هو في سبب بس هو بيهرب منه؟ لا خالص. بص يا دكتور، زي اي مرض في برايمري وفي سكندري. زي ما احنا في اولي وفي الثاني، وفي مرحله. وبرايمري ده له علاقه بالجينيتك اصلا. كويس.
وعشان كده هو رانين فاميليز، يعني في عيله نيجي نلاقي معدلات الاكتئاب فيها اكتر من عيله تانية. ده في علاقه بين الاكتئاب والوراثه، ده اساسي، ده اساسي اساسي. وخد بالك هو ده الطب يعني رايح ناحيه الحته دي اصلا في كل الامراض، الوراثه الوراثه وكل حاجه. بدانا نلاقي انه لا الـ 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 الحصه الجينيه بتاعتنا، احنا جايين الدنيا وعارفين انه انت يلا روح وانت عندك ضغط، ويلا روح وانت عندك سكر، يلا روح وانت عندك اكتئاب، دي جزء كبير من الحصه الجينيه. وحتى بالمناسبه الاكتئاب الثانوي، الاكتئاب الثانوي بيبقى له برضو جينيتك اليمنت. ازاي؟ انه طب ما هو اشمعنى انت لما تعرضت لهذا العارض اصابك هذا المرض، وفي واحد تاني تعرض لنفس العرض ما تعرضش لله؟ اشد بكتير، اشد بكتير خالص. وعشان كده احنا لما بنيجي نتكلم في اسباب الاكتئاب مع المرضى بتوعنا، اقول لهم في سببين رئيسيين. السبب الاولاني الحصه الجينيه، السبب الثاني العيش والعيشه واللي عايشينها. بس النهارده لو مريض عيلته فيها حد عنده اكتئاب، ده من باب ادعى ان هو يبقى بيحاول يبعد او يشوف حاجه وقائيه عن الاكتئاب. حلو قوي. طيب زي المريض اللي عيلته فيها حد عنده سكر وكده كده بيصاب بالسكر، مش احنا اتفقنا يا دكتور ان الاكتئاب ده مرض نفسي؟ اذا انت لو تعاملت مع النفس بمعنى اخر، لو انت رحت للروحانيات ممكن ده تبقى وسيله انك ما تخش في الاكتئاب. اهو ده يعني اول هدف النهارده في ان انا جاي معاك، ان نبطل نقول كده. والله نبطل نقول هايل كده. هايل. ليه نبطل نقول كده؟ تمام. هايل. لان هو هذا السهم وهذا السكين هو اللي بنطعن بيه مريض الاكتئاب. لانه هو على طول بيترجمها انا بعيد عن ربنا، انا شخصيتي ضعيفه، انا عزيمتي رخوه، انا بعيد عن ربنا. كويس. وجلد الذات بقى بيشتغل بطريقه رهيبه، فخلاص هي كده خربانه خربانه. ما هو انا ضعيف الايمان خلاص، وانا بتعذب. تمام. فالفكره هتجيلي ايه؟ الخلاص من هذه المعاناه. ما انا لا حلو لا دنيا ولا اخره. صح. انا مش مبسوط في الدنيا، وانتوا كلكم بتقولوا ان انا ضعيف الايمان، خلاص بقى يروح يقعد في اوضه لوحده بقى ويعيش حياته، يقعد في اوضه لوحدي او نط من على البرج. خلاص. وعشان كده احنا دايما في دعمنا لمريض الاكتئاب ساعات احنا بنطلق رصاصه الرحمه عليه من غير ما نحس، من غير ما نحس. وعشان كده احنا كمختصين يعني بنتعامل وكاننا نمشي في حقل الغام مع مريض الاكتئاب اللي عنده افكار انتحاريه. هي فعلا دي حقيقه. لانه كلمه مني غلط ممكن هي الزقه اللي هتزقه للخلاص من 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 حياته. بس انا متهيألي ان هو احنا لو المريض وصل لمرحله ان هو يروح لحضرتك، احنا كده قطعنا شوط كويس قوي في العلاج. حلو. هو المشكله ان هو ما بيروحلكش. بالظبط. لان ممكن هو واللي محاطين بيه مش مشخصين الحاله. الاحصائيات بتقول ايه بقى؟ 10% من المرضى هم اللي بيلجأوا للطبيب. طبعا. في 90% ما بيجوش. وخد بالك احنا اللاست لاين اوف تريتمنت، احنا اخر حاجه، اخر خط علاجي. هو في الاول راح لعب كوره، راح المسجد وراح الكنيسه وراح عمل له عمره، وبعدين راح لشيخ يفك له العمل، وبعدين في الاخر اللي جاء لك خالص. وزي ما وهو جاي متضرر. طبعا. وهو جاي مستخبي متنكر. ما اصل انا هروح لدكتور مجانين بقى، وهروح باخد الوصمه، هاخد الختم. بس خليني اقول لحضرتك على حاجه، احنا في حاجه احنا بنغلط فيها. انا حتى قلتها في بدايه حواري، هو الواحد لما بيبقى حزين بنقول له بالتاكيد في سبب. من واضح كده ان في فرق بقى بين الاكتئاب والحزن. بالظبط. في فرق كبير ما بين الاكتئاب والحزن. الحزن هو اهم عرض من اعراض الاكتئاب. عرض وليس عرض هو الاكتئاب. وليس هو الاكتئاب، بالعكس خالص. الاكتئاب في حزن، في فقدان للشغف، في ضعف في الطاقه، مش قادر يعمل حاجه، في اعراض جسمانيه كتيره خالص، صداع، زغلله في العين، ضربات قلب سريعه، كرشه نفس، قولون عصبي، سيبان في الاعصاب، اضطرابات النوم، اضطرابات في الشهيه، اضطرابات في الجنس، اضطرابات في العلاقات، اهمال في النظافه الشخصيه. يعني من التراث بتاعنا بمناسبه بقى الاكتئاب وضعف الايمان، الشيخ ابي حامد الغزالي مؤلف، ده سنه 500 هجريه، كويس، احياء علوم الدين. كويس.
الراجل ده ثبت بالوثائق ومدوناته انه قعد 6 شهور في نوبة اكتئابية. الراجل ده وفجأة كده بطل مسجد، قال لهم خلاص يا اخوانا انا بموت، انا خلاص انا تفرغت لاخرتي. وقعد واعراض الاكتئاب تماما، حزن وعزله، وحتى خلاص بقى بيموت ما عادش فيه اهتمام بنظافته الشخصيه ولا حمى ولا بتاع. وقعد 6 شهور كده، وبعدين ايه؟ ربنا عافاه. كويس؟ ده راجل بقى هنتكلم فين في ضعف الايمان بقى مع ابي حامد الغزالي. اه طبعا. وده نوع من انواع الاكتئاب بالمناسبه، الاكتئاب الموسمي. هو اكتئاب كده بيجي في 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 موسم وبيروح. تغيير فصول السنه بالظبط كده، اللي هو احنا بنحس بيه كلنا، اللي هو التغيرات. يقول لك ايه انا في دخله الشتاء ما لا ده مش في داخل الشتاء ده، في ناس تحس ان هي في دخله المغرب مكتئبه والصبح دي بالظبط مظبوط. دي حاجه بنسميها السيركاديان ريزم. كويس؟ يعني ايه السيركاديان ريزم؟ هو حاجه كده احنا مزاجنا عامل زي المنحنى. المنحنى ده بيتغير في خلال اليوم، وبيتغير في خلال الشهر، وبيتغير في خلال السنه. هو في اكسبريشن او مصطلح بقى منتشر قوي معانا دلوقتي، بيقول لك انت انسان مودي. كويس. انسان مزاجي، هل ده ليه علاقه بالصبح والليل وحسب السيتويشن اللي انت فيه؟ يعني بص، هو في يعني احنا كلنا بيحصل لنا السيركاديان ريزم ده. كلنا. كويس؟ اللي هو المنحنى ده. انت يعني، وعشان كده الصراع اللي موجود حتى على السوشيال ميديا ما بين محب الصيف ومحب الشتاء، وما بين محب النهار ومحب الليل، ويقعدوا يقولوا انت ازاي تحب النهار وانت ازاي تحب الليل، لانه اللي بيحبوا النهار دول المنحنى بتاعهم بيبقى حلو فين؟ في النهار. انا حزين دلوقتي، عارف ليه؟ ليه؟ لان احنا فضلنا 3 دقايق والموضوع، بس احنا لازم، بص لازم الموضوع، لان انا هقول لك على احساس جالي في حوار حضرتك. اتفضل. عندك معلومات كتير قوي عايز تقولها للناس، وانا عارف ان الوقت بتاعنا ضيق. كويس. خلينا بعد كده نعمل اكتر من حلقه عن الاكتئاب بالتفصيل، بس انا يهمني اطلع النهارده خلاص انا عرفت اسباب الاكتئاب وشخصت الاكتئاب، عايز اعرف علاج الاكتئاب. علاج الاكتئاب هو مرض بيولوجي، مرض جوه المخ عندنا ناقلات عصبيه فيها مشكله. تمام. كويس؟ الناقلات العصبيه دي صلحناها الدنيا بقت كويسه. مرض الاكتئاب هو مرض في الاغلب يمكن علاجه، ما عدا بعض الحالات الصغيره اللي بيبقى اسمه اكتئاب مزمن وبرضه يمكن علاجها، بس هيبقى زي السكر والضغط لازم يمشي على علاج مدى الحياه. اه ده الاكتئاب ليه علاج؟ بس الاكتئاب له علاج 90% من الحالات. انا خلينا نقول كده للمشاهدين، ويبطل علاجه ويبقى كويس والحمد لله على السلامه يا عم الحاج، روح بيتكم انت بقيت 100 100. انا بقى اتبسطت قوي من المعلومه انت قلتها لي دي. آه. اذا 90% من حالات الاكتئاب بتتعالج وعلاجها بسيط جدا. كويس. 10% بيتعالجوا برضو، بس ايه هنقوله ايه؟ معلش صاحب العلاج زي مريض الضغط والسكر عشان ما تتعبش. العلاج ببساطه علاج دوائي، علاج بجلسات تنظيم ايقاع المخ، وعلاج بالجلسات النفسيه، ان احنا نقعد معاه نغير له حاجه اسمها كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، علاج معرفي سلوكي، نغير له افكاره ونغير له اللي هو عن طريق الشكل الكلاسيكي زمان، مدد على الشيزلونج واحكي لي وحاجات كده. طبعا هي مش بتتم كده دلوقتي، بس جلسات نفسيه. تمام. يبقى هنديله قرصين دواء، نديله جلسه كده تتنظم له ايقاع مخه، نقعد معاه في جلسه نفسيه ونحكي معاه وانت ايه مشكلتك ونتصرف ازاي، بس والمريض اتعالج وخف وبقى زي الفل. تمام. وبقى يعني عالجنا الشخص وعالجنا الاسره وعالجنا المجتمع. اكبر معيق يعني حمل على الدخل القومي لاي امه هو الاكتئاب. هو ادويه الاكتئاب بتخش في ادمان خالص؟ مفيش اي علاقه. اشاعه بدليل ان كل مرضى الاكتئاب لما بيخف، يا دكتور انا عايز ابطل الدواء، هو عايز يخف، عايز يعيش حياه طبيعيه بقى. اقول لهم ايه؟ هو ده يقول ان الدواء ده مش ادمان، لان الدواء لو ادمان تقول لي طب ما تديني قرصين، اديني 3. خالص. صح. هو لا، ده هو من اول اسبوع، من اول اسبوعين لما يبدا يحس بتحسن يقول لي انا عايز بقى ابطل الدواء بقى واخف وابقى كويس، وعادش عايز اجي لك. تمام. اول حاجه في علاج الاكتئاب ان احنا نعالج الاكتئاب، وما نخافش من دكتور نفسيه وعصبيه، مش دكتور مجانين ولا حاجه يا جماعه. انا عايز اقول حاجه، ده احنا نفسي نوصل لوقت من الاوقات ان كل واحد فينا ولو مره في السنه ايه المشكله يزور الطبيب النفساني، حتى لو انت متخيل ان انت مش بتعاني، لان انت ممكن تبقى عندك بتعاني بس انت مش عارف. يعني عايز الوقايه خير من العلاج،
ما نستناش لما نخش في دور الاكتئاب، خلينا شويه نبقى دايما برو اكتف، يعني نتوقع الحدث ونتعامل معاه. دكتور مهاب محمد عبد الباقي، انا بشكر حضرتك على المعلومات القيمه اللي انت قلتها لي النهارده. ربنا يخليك. واحنا بالتاكيد الموضوع ده هنتكلم فيه باستفاضه باذن الله في سلسله حلقات لو سمحت لي طبعا. ده شرف ليا. في اخر فقرتنا النهارده اشكر ضيفي وضيفكم النهارده دكتور محمد مهاب محمد عبد الباقي، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان، مدير مستشفى الطريق للطب النفسي وعلاج الادمان. شكرا دكتور. اهلا بيك. اشوفك على خير. ربنا. شكرا دكتور. فاصل ونواصل.